السلام عليكم اهلا وسهلا بكم طلاب ان شاء الله اليوم عندي موضوع مهم عليه درجتين يجيب نهايه الكورس الاول وبالشهريات اوكي لكن هذا معاكسات الكورس الاول للصف الثاني متوسط هذا يشمل يونت 1 و2 و3 هذا يجي عليه درجتين اوبزيتس معاكسات بسم الله لايك يحب عكسه ديسلايك لا يحب نمبر 2 فت رشيق عكسه عن فت غير رشيق نمبر 3 never ابدا عكسه always دائما. Number four طلاب شكروا هاي الكلمة بكم من نفسكم. useful لا هاي تنقري usual اوكي okay. بالانجليزي اسمها usual اعتيادي عكسها unusual غير اعتيادي. نكمل five a little قليل a few الكثير هاي ويا الجمع هاي ويا المفرد واضح؟ ستة بورينج ممل عكسه interesting ممتع. سبعة number seven healthy صحي عكسه unhealthy غير صحي. number eight رقم ثمانية beginners مبتدئين عكسه advanced متقدمين يعني هذا مستوى مبتدئ وهذا مستوى متقدم. تسعة number nine وين يفوز أو يربح عكسه lose يخسر. عشرة lose لوز يخسر من بيت ينهزم من او يهزم هيك 11 رقم 11 والاخيرة فيرست اولا عكس لاست اخيرا واضح طلاب اذني اهم 12 معا... العفو 11 معاكسة موجودة عندكم بالكورس الاول وخاف المدرس او المدرس يعطيكم معاكسات غير احفظوهن لان يعني انتم مرحلة غير منتهية كيف المدرس لكن هنا أذني اهم ما موجودات بالكتاب ونلتقيكم ان شاء الله المحاضره الجايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته